عند الإحرام للأطفال دون سن التمييز هل يلزم تجريدهم من المخيط وإلباسهم ثياب الإحرام؟ وإذا أحرم الطفل الصغير للعمرة ولم يكمل العمرة ماذا على وليه؟ إذا نوى ولي الطفل الصغير العمرة نوى له الإحرام فإنه مثل الكبير، يجنبه المخيطات، ويجنبه إذا كان ذكرا يجنبه المخيط، ويجنبه الطيب، ويجنبه أخذ الشعر وغير ذلك، يجنبه محظورات الإحرام مثل الكبير، ويفعل به مناسك العمرة، يحمله في الطواف ويحمله في السعي ويقصر من رأسه حتى تتم عمرته، ولا يجوز له أن يعمل بعض مناسك العمرة ويترك البعض الآخر، بل لا بد أن يكمل العمرة إن كان يقدر هو بنفسه، بأن كان مميزا فإنه يطوف بنفسه ويسعى بنفسه ويقصر، وإن كان دون التمييز فإن وليه هو الذي يحمله في الطواف ويحمله في السعي ويقصر من رأسه لأنه ليس عنده عقل. نعم.